السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، سبحانه جل في علاه نزه نفسه عن الصاحبة والشريك والولد، فقال معبرا عن ذاته: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وشفيعنا وهادينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأخوة الأكارم، وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينضر وجوهنا يزكي نفوسنا وأن يشرح صدورنا وأن يجعلنا وحضراتكم من عباده المبشرين في قرآنه من وصفهم الله تعالى فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. كما نسأله بفضله وكرمه وجوده ألا يعذب هذا الجمع المبارك، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل رحلة هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم والدروس المستفادة منها. نتعلم اليوم درس هو مركز حياة المسلم، وهو أهم شيء يتكون أو تتكون منه عقيدة المسلم، ألا وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة التي من أجلها ضحى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فرارا بالعقيدة، ليبلغ هذه العقيدة. لماذا هاجر الصحابة الكرام؟ لأنهم يؤمنون بهذه العقيدة، اضطهدوا وعذبوا ومنهم من قتل في سبيل هذه العقيدة. نتعلم نحن الآن
أهمية العقيدة في حياة المسلم، وكما قال الشاعر: إن العقيدة في قلوب المسلم من ذرة أقوى وألف مهند. إن العقيدة هي أهم شيء ينبني عليه إيماني بالله سبحانه وتعالى. آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر حلوه وشره كما أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نتحدث اليوم عن العقيدة ونماذج من هجرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. My dearest and beloved brothers, we're still talking about the hijrah and what is the lessons we can learn from the hijrah of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. And today, inshallah ta'ala, we'll focus in one of the most important, I will call it the fundamental of our belief, the foundation of our belief as a Muslim, which is al-aqidah, the Islamic belief. All the Muslims, all Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, why they immigrated from Mecca to Medina? Because they was believing in Allah subhanahu wa ta'ala. And they being oppressed, and they being pushed to leave their country because they believe in Allah azza wa jal. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that in the Quran Kareem. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الله سبحانه وتعالى praise them, those people being oppressed because they believe in Allah سبحانه وتعالى, and they pushed away from their city, Allah تعالى will give them reward in dunya, and the most reward will be in the hereafter when they meet Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi ula. So aqeedah, what we believe as a Muslim, we believe in Allah, we believe in his books, we believe in his angels, we believe in all the prophets, we believe in the hereafter, and we believe in al-qadr, which is the decree, whatever happened to us been written upon us. We believe in Allah subhanahu wa ta'ala is our Lord, our creator. We believe in Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala to all human beings. We believe in Allah, his books, all the books Allah subhanahu wa ta'ala has. How to sacrifice with everything just because we believe in Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi ula. First one, our mother Umm Salama radiallahu anha wa ardaha. Our mother Umm Salama, Hind bint Umayya al-Makhzumi, and her husband is Abu Salama Abdullah ibn Abd al-Asad. When both of them attend to migrate to Medina, the tribe of Umm Salama stopped them. And they told Abu Salama, you become Muslims, and you force our daughter to be a Muslim with you. And now you taken our daughter with you to migrate to Muhammad in Yathrib, in Medina, nothing will happen. No. You are dreaming. You will not take our daughter with you and walk in the land. So this stopped Abu Salama from taking his wife and his son, Abu Salama. So Abu Salama, he immigrated to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So Umm Salama stayed, and she said, I stayed 1 year away from my husband. And the tribe of Abu Salama came to the tribe of Umm Salama. And they said, you force our brothers to leave his wife, and now you want to raise our son in yours. So if he become a man, the Arabs will ashamed him. You didn't grow up in your father tribe, you grew up in your mom's tribe, and this was big thing for Arab at that time. So will not let this happen. And they took Salama from his mom. So Umm Salama radiallahu anha wa ardaha now been distributed. Her husband went to Al-Madina. Her son away from her. And she's been a whole year away from her son and her husband. Every night, she was asking Allah subhanahu wa ta'ala to help her. Tell one of the wise people from her tribe, told the leader of the tribe, what is wrong with you people?
Why you distributing this family like that? Let this poor lady go to her husband and they let her free. And our mother, Umm Salama, she becomes the wife of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam after that. But I want to ask you now, what do you think Umm Salama was known about the Islam at that time? What Umm Salama knew about the Islam? She knew only that Allah is creator. And Muhammad is the messenger sallallahu alayhi wa sallam. And Rasulullah alayhi salatu wa sallam told her there is paradise and there is hell. They didn't know much about Quran. Most of the Sahaba, by the way, when they immigrated from Mecca to Medina, their knowledge about Islam compared to our knowledge was 10%. Now we have everything. We have all the Sunnah of Rasulullah. We have all the Quran between our hands. But Sahaba at that time, some of them will memorize one surah only. But they believe in their heart, and this is different. They believe in Allah certainly. They have certainty in Allah subhanahu wa ta'ala. They really believe in Allah Azza wa Jal. So they immigrated from Mecca to Medina just because they believe that Allah is our creator and Muhammad is his messenger sallallahu alayhi wa sallam. Our mother, Umm Salama, after 1 year, being living alone, away from her husband and from her son, she immigrated alone with her son, walking on her foot. Imagine a lady. How long between Mecca and Medina? Almost 400 kilometers, I think so. Imagine a woman, a lady with her son. She will walk from Mecca to Al-Medina walking, until she met one of the honorable Arabs at that time. He wasn't Muslim at that time. Uthman ibn Abi Talha. Imagine Allah Ta'ala send here one of the noble people. He was a Muslim, but he is really a man. He has this, we call it in Arabic, shahama and ghayra. He asked her, where are you going, Umm Salama? She said, I'm going to my husband in Yathrib. He told her, you alone? What is your right? What is your camel? She said, I have no camel. I'm going to Yathrib walking. Imagine if you want to go back to your country, to Hamilton, or wherever you are coming from, walking. This man, she said, no, this will not happen. This man, gave her his right, his camel at that time. Camel for Arabs at that time, like Mercedes right now, or Ferrari or something. Very important for Arabs, camel. And he gave her his right, and he walked with her. He's not a Muslim. She's a Muslim. And he know, according to his belief, she is his enemy. And she know, in her belief, he is her enemy. But because they are noble people, noble cause, he want to help this poor lady. She cannot walk alone all this time from Mecca to Al-Medina. So Uthman, what he did? He carried on the robe of the camel and he was walking. And Umm Salama riding the camel. She said, I never met a noble man like him. In Islam or before Islam. He was very noble person, honest. If I want to use washroom, I will not on the camel. So he will know and he will stop. And he will, يعني ينيخ الناقة. مش عارف أقول بالإنجليزي يعني ينيخ دي. ينيخ الناقة. So our mother, Umm Salama, she will get down and she will go to do her business. When she come back, she will ride his camel and she will knock again. He know that she finished and he will come back and he will carry her again and walk. The message for us is our mother Umm Salama, she didn't know much about Quran at that time. She didn't know much about the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But she knows something and very important. She knew that Allah is our creator. And this was full in her heart, which is al-aqidah, what we are talking about. Al-aqidah in Allah, believing in Allah subhanahu wa ta'ala.
المثال الذي نضربه اليوم هو قصة أمنا أم سلمة رضي الله عنها، هند بنت أمية المخزومي، وزوجها أبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الأسد. لما أراد أبو سلمة وزوجه أم سلمة الهجرة وقفت له قبيلة بني مخزوم، قالوا إلى أين؟ غربتنا على نفسك فأسلمت وأسلمت معك، ثم تريد أن تأخذ بنتنا تسيح بها في البلدان؟ لا يكون هذا أبدا. ففرقوا بينه وبين زوجته، فخرج أبو سلمة مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم جاء قبيلة بنو سلمة بنو عبد الأسد إلى قبيلة بني مخزوم وقالوا فرقتم بين الرجل وزوجته، والآن تريدون أن يربى ولدنا مع أخواله حتى إذا كبر عيرته العرب أنه ربي مع أخواله ولم يربى مع أعمامه؟ لا يكون هذا أبدا. فتجاذب الفريقان سلمة حتى كاد أن يخلع كتفيه، فقالت الأم الرؤوم دعوه يذهب مع أعمامه. قالت لقبيلتها بني مخزوم، هيقطعوه في النص، قالت دعوه يذهب مع أعمامه. ففرق بين زوجها وبين ولدها، ومضى عام كامل أم سلمة وحيدة، حتى مر بها أحد حكماء قومها فقال يا قوم أصحاب العقول أنتم، ما تغني هذه عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيش أسوي يعني مع محمد عليه الصلاة والسلام هذه؟ أرسلوها إلى زوجها. فقال نعم الرأي، بس بعد سنة، بعد عام كامل. فخلوا سبيلها، فخرجت هي وولدها سلمة مشيا على الأقدام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا السؤال الآن، كم كانت تعرف أمنا أم سلمة رضي الله عنها حينها من القرآن؟ كم كانت تعرف أمنا أم سلمة رضي الله عنها حينها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن عندنا السنة كاملة ولله الحمد، نحن عندنا القرآن كامل ولله الحمد، لكن الفرق الذي بيننا وبينها أنها كانت عندها عقيدة ثابتة راسخة تخالف عقيدتنا التي نحن عليها اليوم. هي علمت أن الله سيدبر أمرها، كيف لا تدري؟ خرجت متوكلة على الله سبحانه وتعالى، حتى أرسل الله لها أحد أشراف العرب هو عثمان بن أبي طلحة، فقال يا أم سلمة أأنت؟ قالت نعم. قال إلى أين؟ قالت قاتلكم الله، اضطررتمونا إلى أن نفر من بلادنا. يعني هي خارجة وبتشتمه كمان، تخيل يعني. قال إلى أين؟ قالت إلى يثرب حيث زوجي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدك؟ قالت نعم. قال لا يكون هذا أبدا، هذه ناقتي فاركبيها وأنا معك دليل في الطريق. فكانت كلما أراد الخلاء نقرت له على ظهر الدابة فعلم، فأناخ لها الناقة فذهبت فقضت حاجتها فرجعت فركبت، ثم نقرت له مرة أخرى فقادنا خطام الناقة. تخيلوا، رجل ليس مسلم مع امرأة مسلم، وفي عقيدته يعلم أنها عدوة له، وهي امرأة مسلمة مع رجل غير مسلم وهي تعلم في عقيدتها أنه عدو لها، ولكن الشهامة والنخوة والرجولة عندها صحابي رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك في عام الفتح رضي الله عنه. لكن تخيلوا موقف يعني إنساني، ما فكر هذه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم سيبها البلد كذا يعني يحصل لها اللي يحصل ليها، لكنه الغيرة في دمه يا إخوة يا شباب. إحنا زمان الله يرحم زمان لما كنا طلبة، أضرب لكم مثال على نفسي، وإحنا كنا نذهب بالقرية إلى المركز عشان نتعلم، لما اشوف واحدة من قريتي حد بس بيقول لها بن، يا سلام ألم أصحابه وروح نكسر اللي جابوه. إيه نخوة، ده بنت بلد يا عم. الآن للأسف الشديد ماتت للأسف هذه النخوة في عروق الناس. لكن الشاهد هذا الصحابي الجليل عثمان بن أبي طلحة يرى امرأة في عقيدته أنها عدو له، لكن النخوة والشهامة في دمه تتحرك فيقود لها الناقة 450 كيلومتر حتى يوصلها إلى قباء، وقال إن ها هنا زوجك، وترك لها الناقة
ورحل عاد إلى مكة ماشيا. ناقة في زمان عند العرب دي كانت حاجة كبيرة جدا يعني. تركلها سيارة المرسيدس بتاعته ورجع هو ماشي. هذا درس يعلمنا العقيدة يا إخوة، يعلمنا العقيدة. مسلمة رضي الله عنها وارضاها عندها عقيدة ثابتة راسخة أن الله سيدبر أمرها. خرجت متوكلة على الله فرارا بعقيدتها. هذا نموذج من النماذج. The second thing to tell us about the importance of عقيدة. Allah سبحانه وتعالى gives us this view. When you read سورة النمل that spoke about the soldier وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سليمان عليه السلام he is very smart. He know every soldier in his army. So he looked, oh, I'm missing the hubu, al-hudhud. What is a hubu? Why I don't see him? I will slaughter him, or I will punish him severe punishment, or he should come to me with a clear authorization. Why he was absent from the attendance? This is the Surah An-Naml. Read and go. Read the translation. The Hudhud, the Hubu, when he came, he said, away from Sulaiman. And he talked to Nabiullah Sulaiman. He said, بَصُرْتُ بِمَا لَمْ تَبْصُرْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ. I came to you from Shaba with great news. Listen to what Allah said first. Allah Ta'ala said in Surah An-Naml, وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الله الله على كلامك يا رب العالمين. الله تعالى give us the view. سليمان stand firm, taking the attendance of all the soldiers of his army. Oh, what happened to the hoopoe? Why is not here? I will punish him severe punishment, or he should come to me with a clear authorization. Why he wasn't away from the attendance? The Hubu came and said, away from Sulaiman, and he talked to him. I came to you with a great news. I was in Saba in Yemen. And I found this lady. She has a great... So Al-Hudhud, the Hubu, he came with this message to the Prophet Sulaiman, alayhi wa sallam, and he was wondering, why those people has broken aqidah? Why those people don't believe in Allah subhanahu wa ta'ala? And the Hubu, in Islamic title, we call him the teacher of aqidah. The teacher of aqidah. Why? Because he get angry with the Saba people because they worshiping other than Allah subhanahu wa ta'ala. So all the scholars said, do not let the hubu be smarter than you. The hubu flow everywhere. And he came to the Prophet Sulaiman with this great news. He was angry because he found people worshiping other than Allah subhanahu wa ta'ala. What moved hubu to do that? His aqidah, his belief in Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الإخوة الأكارم، مثال آخر ضربه الله لنا في كتابه الكريم
قصة الهدهد مع نبي الله سليمان في سورة النمل من أول آيات 20 إلى 25. وإن شئت فأكمل القصة، قصة من أروع القصص التي ذكرها الله تعالى في الكتاب الكريم، قصة نبي الله سليمان مع ملكة سبأ. الشاهد نبي الله تعالى سليمان يأخذ الحضور فيرى أحد جنوده غائب، وكان هو الهدهد. لماذا الهدهد غائب؟ إما لو عذبنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، يجيب لي عذر إيه لسبب في تأخره. فيأتي الهدهد ويجلس على مسافة من نبي الله سليمان ويتحدث إليه بلسان الغير على العقيدة، ويقول له يا نبي الله أحط بما لم تحط به، جبت أخبار مش عندك أنت، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ في اليمن في الجنوب بنبأ يقين بخبر صادق، لقد وجدت امرأة تملك هؤلاء القوم ولها عرش عظيم ووتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طب ايه اللي مزعلك؟ اللي مزعلني هنا اني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الذي اغضب الهدهد ان هناك اناس يعبدون غير الله، تحركت العقيدة في قلب الهدهد. ولذلك علماؤنا يقولون لا يكن الهدهد اكثر غيرة على العقيدة منك، فكون انت غير على العقيدة. نريد ان نصحح على العقيدة في قلوبنا نحن وفي قلوب ابنائنا، حتى يتربى ابناؤنا على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي جرأ سمية بنت الخياط حين كانت تضرب وتعذب وتضرب بالسياط على ان تقول كلمة كفر فتنجو بنفسها؟ انها العقيدة. طاض منها ابو جهل فطعنها عليه لعنة الله بالرمح في موضع عفتها. ما الذي صبر بلال وهو تحت حر الشمس يضرب والصخرة على صدره وهم ينادونه من تعبد؟ قل كلمة كفر في محمد عليه الصلاة والسلام وهو يأبى ويقول أحد أحد فرد صمد له جبيني قد سجد. الذي صبر هؤلاء هو العقيد. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، الحقيقة درس العقيدة في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام والنماذج التي ضربها الصحابة نماذج عظيمة جدا، لكن لضيق الوقت نريد أن نركز على أهمية العقيدة. There is many examples of the Islamic beliefs. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم give it to us a great examples. But because of the time running away, we have to focus only in our aqeedah, what, how we believe in Allah subhanahu wa ta'ala. We need to correct our belief in Allah azza wa jal. Like what? Don't worry if something happened to you. Allah ta'ala will replace it for you. Allah azza wa jal, Allah azza wa jal, the one who sent food to the ant inside of the holes, he will not forget you. Allah ta'ala promised us in the Quran. Allah ta'ala promised us in the Quran, Surah Al-Nahl. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. الله الله على كلامك يا رب، والله العظيم، والله الذي لا إله غيره، عن تجربة شخصية. إذا التجأت إلى الله ما ضيعك، فكلهم تعلمون ما حدث. لكن حين تلتجي إلى الله تقول يا رب ما ليش غيره، استقوا علي بكل كبير وصغير، ما لي إلا أنت، ينجيك الله سبحانه وتعالى. الله يعيدنا سبحانه وتعالى ويقول ويبشرنا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. سبحانك يا ملك، لك الحمد يا ربنا ولك الشكر يا ربي، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا رب العالمين. The most important, my dearest brothers, we have to have the correct belief in Allah. Allah promised us in the Quran. There is no moving, living thing on earth that Allah subhanahu wa ta'ala will give them their provision, rizq, and you as a human being. And he never forgot anyone, subhanahu wa ta'ala.
look to the ant inside of the deep hole under the ground. Who sent them the food? Allah subhanahu wa ta'ala never forgot anyone. Allah promised us, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ. Indeed, your provision in the heaven and whatever you promised. So we have to correct our aqeedah. Don't worry about something happening to you. Nothing will happen to you except what Allah subhanahu wa ta'ala wrote it upon you. So be satisfied. Be grateful to what you have. You will feel good. رحم الله من قال أنا إن عشت فلست أعدم رزقا وإن مت فلم أعدم قبرا. همتي همة الملوك ترى المذلة كفرا. I'm living and I know that I will never die out of hunger. And if I'm dying, I have place to be buried. So I'm living this dunya like the king. I have everything. And I don't worry about anything except to please Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghfir dhunubana, Allahumma ashrah sudurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma arina al-haqq حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اشف أمراضنا اللهم توفنا وما ترضى عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجاب الدعوات. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك عليك واقم الصلاة إن الصلاة كانت على الكتاب المنكوزة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا